السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم معنا في قناة عقارات بلادي. محبي ومشتركي القناة واللي مازال ما اشتركش يشترك بالقناة باش نكونوا ديما على تواصل. والحمد لله راه بزاف ديال الاصدقاء تواصلوا معنا وجاو عندنا وشافوا هذيك العقارات والاراضي اللي باغين، وكان حتى تواصل مزيان وراهم شافوا المعاملة ديالنا كيف دايره. هذاك الشيء اللي كنقولوه في الفيديو، المعلومات اللي نقولوا لها هي اللي كاينه، ما كنزيدو وما كنقصو، يعني المعلومات كامله اللي كنقولوا في الفيديو على الارض راه هي اللي كاينه. مثلا بحال هاد الارض هي لها الوراق ديالها تيتر فرنسي يعني مسجله ومحفظه، راه كنقولوها ملكيه حره، كنقولوها مطلب، كنقولوه على الشيء، كنقولو يعني كذوب راه ما كاينش. الحاجه اللي كاينه راه كنقولوها المساحه، الوراق، الموقع، ورا الناس جاو عندنا وشافوا اللي عجباتو شي ارض راه كيقضي الغرض، اللي ما عجباتوش راه كنبقاو معاه على تواصل حتى كنلقاو هذاك الارض اللي باغي هو والمساحه اللي باغي والموقع اللي باغي. وبالنسبه للاثمنه راه كتختلف، اثمنه راه ماشي حنا اللي كنتحكموا فيها، راه مول الارض هو اللي كيقول لك الثمن باش باغي يبيع. وهاك الساعه من كيكون كنربطوا بيناتهم راه كيتفاهموا بيناتهم ويكون خير ان شاء الله. يعني حنا ما كنتحكموش في الثمن، كاين اللي كتكون غاليه، كاين اللي كتكون بين وبين الثمن كيبقى عاد مول الارض، وهذا راه هو البيع والشراء. حيت كاين شي واحد كيقول لك هاد الارض راه غاليه بزاف، هذه راه زيده في الثمن، داك كتبقى مول الارض هو اللي كيحدد الثمن وكيكون التفاهم بيناتهم. راه شحال من واحد كيكون طالب ثمن ومن كنجيبوا ليه الشاري كيتفاهموا هو وياه، كينقص عليه شويه وكيقضيو الغرض. الثقه والمعقول راه كاينين، حنا ملي كنحطوا الفيديو كنديروا رقم الهاتف واحد اللي كيتواصل معكم باش يعطيكم المعلومات كامله حقيقيه وواقعيه باش تعرف اش كاين. هذا كتجي تشوف، يعني ما كنديروش بزاف الارقام هذه عيط لهذا عيط لهذا، كنديروا رقم واحد اللي مكلف كتواصل معاه كيعطيك المعلومات، كتسولي على المعلومات كيعطيك كامله. هذا كتجي تشوف، مش ما تجيش هكاك لا والو، يعني حتى كتجي معلومات نظيف كلشي، يعني باش تعرفوا الثقه راه كاينه. يعني راه ما غتكلفك والو، مكالمه وحده، اتصال واحد بالهاتف غادي تعرف المعلومات كامله بالتفصيل وبالتدقيق، وتتقترح هذاك الشيء اللي انت باغي ويكون تواصل. حنا كل مره كنحطوا لكم ارض في موقع على حساب التصوير اللي كنصوروا. اما هما الاراضي راه كاينين بزاف، راه عندنا اقليم سطات تقريبا كامل، اي بلاصه في اقليم سطات عندنا فيها اراضي، وكاين اقليم برشيد حتى هو عندنا فيه اراضي، كاين بير جديد، يعني كاين بزاف في هاد النواحي كامله عندنا فيها اراضي للبيع. يعني اللي خاصاتو شي حاجه في هاد المناطق اللي ذكرت دابا يتواصل، المساحه اللي كانت يقولها حنا غنقترحوا عليه الاراضي اللي كاينين. راه كاينين الاراضي عندنا بزاف، ما يمكنش نحطوها كامله، راه كل مره كنحطوا لكم شويه. واللي بغى شي ارض او شي مساحه محدده يتواصل معنا ونعطيو المعلومات كامله، المساحه واش وصل ليها الضوء، واش وصل ليها الماء ديال لونيب، واش تقريبا الطريق كودرون ولا بعيده، داخله ليها بياضه، الوراق ديالها كيم دايرين. ومرحبا بكم جميعا وشكرا.